السلام عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج العاشرة. 16 مايو، 3 سنوات تمر على إطلاق عملية الكرامة في بنغازي، والمعارك ما زالت متواصلة، معارك تسببت في مقتل وإصابة المئات وتهجير الآلاف من منازلهم بحثا عن مناطق آمنة تؤويهم من ويلات الحرب. فأي آثار سببتها العملية على النسيج الاجتماعي والوضع الأمني في بنغازي؟ وهل حققت عملية الكرامة الأهداف التي انطلقت من أجلها؟ وما تداعياتها على المشهد السياسي ومساعي الوفاق؟ نطرح هذه الأسئلة وغيرها على ضيوفنا في عاشرة الليلة. عبر الهاتف من القاهرة عضو مجلس النواب زياد دغيم، ومن طرابلس رئيس لجنة أزمة بنغازي تميم الغرياني، من طرابلس المحلل العسكري والسياسي عادل عبد الكافي، ومن بيروت الصحفي عبد الحكيم معتوق، وعبر سكايب من اسطنبول رئيس رابطة مهاجري بنغازي سعد العبيدي. قبل فتح باب النقاش نتابع تقريرا حول موضوع الحلقة. في صبيحة 16 من شهر مايو عام 2014 استيقظ أهالي بنغازي على وقع دوي انفجارات تهز أرجاء المدينة. كانت الطائرات الحربية تحلق بشكل مكثف، وبدأت الأنباء تتوارد عن بدء عملية عسكرية موسعة كان قد أطلقها اللواء المتقاعد يومها خليفة حفتر بحجة محاربة الإرهابيين وطلبا لدولة القانون والعدل. الإرهابيون المستهدفون يومها كانوا كتائب الثوار المنتشرين داخل بنغازي كدرع ليبيا 1 و2 وكتيبة 17 فبراير ورف الله السحاتي، فضلا عن كتيبة أنصار الشريعة وكتيبة عمر المختار وغيرها من التشكيلات المسلحة الأخرى. حرب لم يدر في خلد أحد من سكان بنغازي بأنها ستبقى مفتوحة 3 سنوات، تماما كما هو عداد الموت الذي لم يتوقف بعد، فضلا عن تكاليف النزوح الباهظة التي دفعها البنغازيون بيوتا وأملاكا أضحت بقايا حجارة اليوم. توسعت العملية وسيطرت قوات حفتر على معظم أجزاء بنغازي فيما عدا منطقتي وسط البلاد والصابري التي ما يزال يتحصن فيها مقاتلو مجلس شورى ثوار بنغازي. ومع اشتداد المعارك أعلن بعض العناصر التابعين لما يعرف بتنظيم الدولة عن وجودهم داخل المدينة وقيامهم بتنفيذ عمليات عسكرية استهدفت قوات حفتر قبل أن يعلنوا انسحابهم من كامل ربوع بنغازي إلى مناطق أخرى من البلاد. انسحاب أثار الكثير من علامات الاستفهام حول قدرة التنظيم في التحرك من منطقة محاصرة ومن شمال المدينة إلى غربها دون أن تتم مواجهته في وقت تفشل الجهود الأممية والمحلية والقبلية في توفير ممرات آمنة للعائلات العالقة بمنطقة قنفودة. 3 سنوات وأصوات المعارك هي الأعلى صخباً في مدينة الملح، فالقذائف الصاروخية ومدافع الدبابات وهدير الطائرات صمت كل الآذان عن الاستماع لصوت المصالحة والسلم، وأضحى القتل سمة بارزة لا يسأل القاتل عليه ولا المقتول فيما قتل. 3 سنوات جرى خلالها تسجيل عشرات الانتهاكات من قبل قوات حفتر في حق أناس عزل، بينها حوادث نبش القبور والتنكيل بشثث القتلى وإعدام المحتجزين وحرق المنازل والسيطرة على بعضها، ممارسات لاقت إدانات حقوقية محلية ودولية واسعة ووصفتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بجرائم الحرب. أبدأ معك سيد العبيدي، ما توصيفك للوضع في مدينة بنغازي بعد 3 سنوات على إطلاق عملية الكرامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي ولضيوفك الكرام. أظن أن التقرير بتاعك مكثف ووفى ولخص يعني أحداث 3 سنوات. بعد 3 سنوات نجني الدمار والخراب والقتل والدمار والمبتورين والعجزة والمعوزين والمهجرين والمتشردين. 3 سنوات حقيقة أليمة جدا على مدينة بنغازي، هي باختصار هي تعاقب من أجل أنها خرجت وطردت الاستبداد والطغيان والجبروت، تعاقب بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، تعاقب لأنها يوما قالت لا للظلم لا للطغيان لا للإجرام. تحججوا بعدة حجج وشماعات علقوا عليها كل الترهات وكل الأباطيل، هناك إرهاب، هناك قتل، هناك اغتيالات مدينة بنغازي. ويتضح بعدما تألمت مدينتي وبعدما تعرضوا أهلها للتهجير والتشريد
يتضح ويخرج عيانا بشهادتهم هم أنفسهم، وشهد شاهد من أهلها إنهم هم من يقتلون وهم من يهجرون وهم من يشردون وهم من يكيدوا المؤامرات والخيانات. ها هي اعترافاتهم على بعض. إلى أمس منصور عبيد وهو يتكلم ويتحدث بكل قوة ويقول أن من وراء هذه الاغتيالات ومن وراء هذه الخزعبلات ومن وراء هذا التشريد هو ما تسمى بعملية الكرامة أو القيادة العامة للجيش الليبي، التي اعترف قياداتها أيضا أنهم ليسوا جيش، أنهم فتات من الجيش، أنهم 27 ضابط يقودون الجيش الليبي، ما هي إلا مجموعة عصابات ميليشيات كما قلت وكما أسلفت يريدون الانتقام من مدينة بنغازي بهذه الحجج الواهية التي أثبتت الأيام أنها ليست بحجج وأنها ترهات وأباطيل. طيب، فهو حصيلتنا 3 سنوات. طيب، وضحت الفكرة سيد العبيدي. سيد الغرياني، يعني 3 سنوات مرت على انطلاق عملية الكرامة، كيف يبدو الوضع في المدينة حاليا؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الوضع جدا مأساوي، وأنا من هذا المنبر أريد أن أحيي وأشكر العميد صلاح الحسيني، لأنه كان رجل وذكر الحق كما يجري في مدينة بنغازي. ذكر أن هناك يوجد تشكيلات صالحة خارجية، ويوجد صاعقة هي من هاجمت على مديرية الأمن، وهي من قتلت الشاب المزني. والشخص المتهم بالقتل اليوم عن طريق عملية عسكرية تم الإفراج عنه عن طريق بعض من الميليشيات. هذا الوضع في بنغازي. الوضع في بنغازي تحت سيطرة المجرمين عتاة. يا أخي، لو يخرج لنا كشوفات المحكوم عليهم بالإعدام في سجن كويتية، كلهم الآن أمراء كتائب. فهمي الحجر الفرجاني متهم بجريمة القتل وتم إصدار حكم بالإعدام عليه. الآن يرأس أكبر كتيبة من الجادية إلى بنغازي. فهمي الحجر الفرجاني، علي الفرجاني، يا أهل بنغازي أنت تعرفوا من علي الفرجاني؟ شخص مجرم، أرباب طوابق، بتهم بعديد من القضايا، الآن يصول ويجول في بنغازي. عيال بيحة وعيال تيوتا، من هم أشر أظن مشايخ مجرمين معروفين، الآن هم من يرأسوا كتائب وكتائب مسلحة أعبث في مدينة بنغازي. المشكلة أنه يا سيدي أن الدولة والمجرمين الدولة والدواعش، من الذي أخرج الدولة ومن أخرج دواعش إلى هذه الكتائب المجرمة محمود وفلي وغيرها، وعلقت تهمة القتل والاغتيالات على شباب شرفاء، ولم يخرج لنا شخص واحد فقط متهم بهذا الجرم. الإجرام كله لدى ميليشيات عملية الكرامة. وسبق أن ذكر أخي سعد أنه لا يوجد جيش، فعلا لا يوجد جيش. الجيش، الشرفاء في الجيش بالضباط الذين قاموا بثورة 17 فبراير وانتفوا ببعض ثورة 17، كلهم تم تسليتهم من كتائب من المجرم خليفة حفتر. هناك وقايع أريد أذكرها لأهلنا في بنغازي. علي الشيخي هذا من وقف ضد خليفة حفتر في معسكر الدفاع الجوي في الرجمة، هو والزبير المطردي وقفوا ضده عندما دخل معسكر الرجمة، تم تسليته بعدها بأيام. قتل علي الشيخي في محل له محل بوردغية، دخل عليه مسلحون وقتلوه. صديقه ذهب لعلي الشيخ وقال لهم من قتل منكم هو خليفة حفتر وأنا الثاني. طيب، ابقى معي سيد الغرياني، سنواصل في هذه التفاصيل ضمن هذه الحلقة. سيد دغيم، كيف يتابع مجلس النواب التطورات العسكرية في بنغازي وما تسببت فيه من قتل وتهجير وتدمير للبيوت؟ اولا شكرا لك على الاستضافه، تحيه لك ولقناتكم الكريمه ولضيوفك ولكل المشاهدين. لا استطيع ان اتحدث بكل باسم مجلس النواب ككل، انا لست ناطقا رسميا لمجلس النواب، وربما اتحدث فقط بسمتي الشخصيه. اسمح لي، انا لم اتابع منذ بدايه الحلقه ولم اتابع التقرير الذي قدمته القناه، ولكن بكل تاكيد يجب ان عندما اتحدث عن ليس تاريخ ولكن عن حاضر عشناه جميعا، يجب أن نكون منصفين وصادقين. وهناك 3 مقاربات لهذا الموضوع، لا نستطيع أن نتحدث من زاوية واحدة. أولا،
كتب عليكم القتال وهو كره لكم. يعني لا، الحرب ليست محبة وليست طلب وليست شيء جميل يسعى إليه الإنسان. الحرب تفرض عليك فرض. الجماعات المتطرفة التي سيطرت على مدينة بنغازي عن طريق الميليشيات اللي هم كانوا ثوار وتحولوا إلى ميليشيات، هذا واقع شنا في مدينة بنغازي. انتشر القتل وانتشر الفكر المتطرف وانتشر الاغتيالات بشكل واضح وبشكل صريح. أيضا كل المحاولات السلمية، الحوار، أنا شخصيا كنت ناشط قبل ما أكون عضو في مجلس النواب، وتحدثنا كثيرا مع جماعة الإخوان المسلمين، مع حزب العدالة والبناء، وستطيع أن أذكر بالأسماء، ومع أنصار الشريعة ومع الثوار وغيرهم وقياداتهم. ما كانش في طريق، كان طريق مسدود، وكان الاتجاه واضح أن بنغازي ستدخل في حرب أهلية وحرب كبيرة جدا، وهذا ما حدث. الحرب معناها دمار، معناها مهجرين، معناها جرحى. الحرب مأساة قلت لك، ولكن الطرف الذي فرض الحرب هو الطرف المتطرف فكريا، الذي يريد أن يسيطر، الذي يريد أن يفرض أفكاره بالقوة، الذي وصل الأمر ليست تكفير الناس ولكن وصل إلى قتل الناس. هذه مقاربة. المقاربة الثانية هي هل نحتاج إلى جيش وشرطة؟ بكل تأكيد أن الجماعات الإسلامية حتى المش متطرفة منها لديها مشكلة حقيقية في مفهوم الدولة القطرية، لديها مشكلة حقيقية في مفهوم الجيش ودوره وفي الشرطة ودورها، وتقاطعت بشكل أو بآخر مع الجماعات التكفيرية ومع ربما أعمال استخباراتية من هنا وهناك ومجموعات عصابات مسلحة تريد الفوضى. تقاطعت كل ذلك في محاولة عدم بناء مؤسستي الجيش والشرطة اللي هي عماد أي دولة في العالم، أي دولة طبيعية في العالم. طيب يعني إذن يعني سيد دغيم، نفهم من هذه المقاربات التي تحدثت عنها حاليا. تكتمل يا سيدي. نعم. المقاربة الثالثة والأخيرة أن لا نريد أن يصبح محاربة الإرهاب أو محاربة التطرف أو ضرورة بناء نواة للجيش أن تكون مطية للوصول إلى السلطة وعودة الدكتاتورية وعودة المشروع الذي قمنا فعلا بثورة حقيقية، ثورة 17 فبراير من أجل القضاء عليه. هذا أمر ثلاث مقاربات. لا أريد أن أنحاز إلى فكرة ومشروع عسكرة الدولة، أنا ضد بكل تأكيد، ولكن لا يجوز أن نقفز على الحقائق كما يقوم الآن ما يسمون بدعاة النظام السابق من القفز على حقائق ما تحدث الآن واستغلالها وتوظيفها. أن ما يحدث الآن هو أكثر سوءا، والنظام السابق كان نظام جميل وعادل، وهذا غير صحيح. أيضا يجب أن نقول أن الآن هذه المعاناة التي نعانيها في بنغازي، من فرضها ومن سببها ومن أدى إليها هو الفكر المتطرف والجماعات الإسلامية الأقل تطرفا التي تقاطعت معه، والثوار الذين تحولوا إلى ميليشيات وعصابات مسلحة تقاطعت أيضا مع هذا المشروع. طيب يعني أنت بمقارباتك الآن يعني نفهم أن المدينة كانت مضطرة للدخول بهكذا حرب. نعم، في كل حواراتنا، وأنا مستعد أستشهد لك بأسماء وشخصيات أعتقد أن ضيوفك يعرفونهم معرفة جيدة. كنا متأكدين ومتوقعين أن بنغازي ستدخل في هذه الحرب، لأن ما كانش في طريق آخر للأسف الشديد. فكر متطرف تقاطع كما ذكرت لك مع مجموعات عصابات نسميها أصبحت عصابات حتى لو كان بدايتهم ثوار، يريدوا فرض الرأي وفرض رأيهم وحكم المدينة والمنطقة والبلاد بالقوة، وسمحوا لهذه المجموعات بأن أن تقتل الناس وتقتل الناس وترهب الناس. هذه حقيقة ما حدث في مدينة. طيب أنتقل للناشط السياسي محمد فؤاد عبر سكايب. سيد فؤاد، كما تابعت يعني ثلاث سنوات من هذه الحرب، و يعني الحرب فرضت على المدينة، كيف تعلق؟ بسم الله، تحية لك ولضيوفك الكرام والمشاهدين. لا شك أن عملية الكرامة كانت إنجاز غير مسبوق حقيقة في تاريخ ليبيا، عملية كبيرة جدا فعلا، ناجحة إلى حد كبير جدا.
نجحت تماما لأجل 500، أو للآن لا نعرف عدد اللي تم اغتيالهم في بنغازي، لأن لا يوجد أي تحقيق حقيقي وراء ما حدث في بنغازي طيلة تلك السنوات، ولكن نجحت فعلا عملية الكرامة في تدمير مدينة بنغازي، في ترحيل حوالي 200 ألف من سكانها أصبحوا نازحين، قتلت محافظة المحافظين القرآن، مزقت النسيج الاجتماعي، والنتيجة طبعا نمشوا حفاية شور الكيش، نموتوا والمشير يعيش، نفس هتافات يعني اللي نشاهدوا فيه الليبيين اليوم كلهم. يذكرني وأنا كنت يعني لما كنا في الثانوي كنا نتذكر هذه الاستعراضات يعني لأجل مجد القائد وعظمة القائد اللي هو في الحقيقة ما عمره ما دار جيش. أيام حرب تشاد كانت فيه استعراضات والجيش الليبي يقتل في تشاد، نفس ما نشاهده اليوم. في الحقيقة ما قامت به برقة أو السفهاء الموجودين في برقة هو إعادة الجماهيرية بوجه جديد، جماهيرية من غير معمر القذافي. تم التضحية بشباب برقة وبالثوار اللي ثاروا على معمر لأجل أن يجلس شخص عسكري مهزوم مجرم في المنصة ويشاهد هذا الاستعراض العسكري. يبدو حقيقة أن حفتر عنده عقدة نقص مما كان يقوم به معمر القذافي زمان، كان مبعد عن مثل هذه الاستعراضات ومثل هذه الاحتفالات، يريد أن يكرر على نفسه، وهذا ما نجح فيه تماما. والصراحة حقيقة نجحت فعلا عملية الكرامة في إعادة الجماهيرية إلى برقة. نقول لهم مبارك عليكم، ممتاز جدا، استمروا في هذا الدمار. احنا في الآخر باقي ليبيا لا علاقة له بما يحدث من جنون في تلك المنطقة الشرقية. ليبيا باقي ليبيا الحمد لله، صحيح هناك مشاكل ومشاكل كبيرة جدا، ولكن على الأقل لا أحد في باقي ليبيا يرفع صورة القائد الأوحد. الشيء الوحيد اللي نرفعه في باقي ليبيا هو علم ليبيا فقط. ليبيا لن ترجع للعبودية، من رجع للعبودية ومن يحن العبودية رجع لها يعني، وهو هم أحرار في نفسهم، ولكن يجب أن لا يفرضوا عبوديتهم هذه على باقي أحرار ليبيا. طيب سيد العبيدي، إذا ما حجم تأثير عملية الكرامة على النسيج الاجتماعي بالمدينة وبالمنطقة الشرقية بشكل عام؟ والله حجم الكارثة وحجم ضرب النسيج الاجتماعي في المنطقة الشرقية وخاصة في برقة يعني حجم كبير جدا يعني جدا يعني ما تخيلش يعني ضرب النسيج الاجتماعي في العمق يعني. تفرقت العائلات وتقاتل الأخوة وتقاتل الأعمام وتقاتل أولاد الخال وأولاد العم وأولاد الخالة. يعني بنغازي خصوصا بنغازي معروف أنها هي أسرة واحدة، لو جيت سلسلها يا أخي حتجدها سلسلة واحدة والله، مهما كبرت العائلة وما كبرت الشوارع. ولكن عملية الكرامة أو عملية الندامة إن صح التعبير وسميناها بهذا الاسم الذي يليق بها، ضربت في مقتل ودمرت بنغازي بما تعني هذه الكلمة من دمار. وأقول يا أخي يعني لو صح وأردنا أن نسمي الإرهاب، والله الإرهاب هو الذي ينقلب على الشرعية، هو الذي ينقلب في وسط النهار والليلة ويعلن تجميد الدستور أو ما محاولة إنشاء دستور، محاولة إنشاء دولة من عدم، محاولة إرجاع مؤسسات يعلنها صراحة جهارا نهارا ويقولها بأعلى صوت أنه مجمد كل شيء، وأن أي واحد يكون في الحكومة أو صاحب سلك دبلوماسي إذا وضعت قدمه للمنطقة الشرقية سيسجن ويعتقل. أقل هذا الكلام يقال بعد ثورة 17 فبراير، أن يظهر علينا رجل ببدلة عسكرية ببدلة عسكرية متقاعد ويطالب بالحكم عنوة ويطالب بالحكم بالقوة ويقول لا هناك دستور لا هناك دولة ولا هناك مؤسسات لا يوجد أحد إلا أنا. أقل هذا الكلام بعد 17 فبراير؟ هذا رجل يا أخي الكريم، وأنا كنت أحد اللجان عندما شرع في عمليته عملية الندامة، بعثنا إليه الكثير وجلس معه الكثير كي نتحاور وكي نجنب بلادنا التي كما يقول الأخ زياد فرضت علينا الحرب. لا، هو الذي فرضها، المهزوم هو الذي فرض علينا الحرب، هو الذي فرض علينا تعطيل جميع مؤسساتنا، هو الذي فرض علينا تعطيل جامعاتنا مؤسساتنا التعليمية، هو من تحالف مع الإرهاب ومن تحالف مع داعش وأخرجهم في وسط النهار، هو من دعمهم وهم من تعلق بهم. يعني هذه حقائق لا تخفى الآن. ها هو طاجي عين يطلع ويتكلم ويقول أن
من يقتل ومن يدمر ومن يسجن ومن يخطف. ها هو الحجازي يعترف بكل قوة ويقول نحن نعرف من يفعل ومن كذا، وهذه البطانة الفاسدة وهذا الجبروت الجديد والطغيان الجديد. الأمور أصبحت واضحة الآن، أن تعود بنا إلى بداية عملية الكرامة أو عملية الندامة هذه وتقول كان مفروض يفعل كذا وكان مفروض يفعل كذا. لا يا أخي، الدولة كانت وإن كانت متعثرة ثورة 17 فبراير لكن كانت تخطو في خطوات. الإرهابيين الذين علقوا عليهم شماعة الإرهاب ووصف الإرهاب حموا 5 انتخابات يا أخي، 5 انتخابات منذ أن اندلعت عملية الكرامة لم يخرج انتخاب واحد إلى الآن، ونحن دولة لازلنا ناشئين جدد. 5 انتخابات يحموهم هؤلاء الإرهابيون، أدوا الإرهابيون. طيب طيب سيد العبيدي، دعني أنقل هذه النقاط التي أشرت إليها لي السيد دغيم. سيد دغيم تفضل، إذا كانت يعني إذا كانت هذه المداخلة واضحة عندك ولديك رد بهذا الخصوص. أولا أسمح لي، أنا لا أستمع بشكل جيد وخاصة بضيفك من روما تقريبا، ولكن أعتقد أني استمعت إلى بعض الألفاظ اللي أتمنى حضرتك أن تقفها. سفهاء ما سفهاء، وكلام لا يليق أن يطلق على أحد، أن يطلق على أبناء شعبه يعني، وخاصة بالتعميم والعموم. هذه جزئية. فيما يخص إجراء الانتخابات أو فرضة الحرب، نحن نخرج من الكلام اللي في نوع من المزايدة وفي نوع من استمرار الجدل، خلينا نقول الجدل السياسي. السيد المشير حفتر أو عملية الكرامة، أنا شخصيا وكثير من ما ينتقد السيد العبيدي، أنا انتقدت من داخل المنطقة، يعني انتقدت من بنغازي، انتقدت من بيضة، انتقدت من قدرت، وأعتقد أن تصريحاتي في هذه الأمور واضحة. في هناك كثير من الأخطاء يجب أن نعترف، ولكن هذه عملية الكرامة التي أيدها معظم سكان الشرق، سكان بارقة وسكان بنغازي، لماذا؟ لأن كما قلت لك أنها كانت ضرورة، ولأنها كانت حتمية، ولأنها فرضت عليها المجموعات المسلحة تحت اسم ثوار، والذين مجدد التحول من ثوار إلى عصابات. هذا ذكرته من زمان، مش الآن، مش في معرض المزايدة يعني. هذه المجموعات اللي تحمي بالانتخابات والغيرة كانت تنفذ في مشروع واحد. هذه المجموعات كانت تقمع في أي حراك سياسي يخالف توجهات الحكام جماعتهم الموجودين في طرابلس ومصراتة. خلينا نحكي بشكل صريح، كانت أذرع طويلة ممتدة في برقة لفرض المشروع. أنا لا اليوم نكشف لك ربما السر، نحن ثالث يوم اجتماع مجلس النواب في طبرق، ذهبنا وجلسنا مع السيد الزهاوي، ربما مش عارف هو حي ولا متوفى، لا أعرف حقيقة أمره، وجلسنا مع مجموعات حتى من أنصار الشريعة وغيرها. كان هذيك التسمية مسمين تسمية قبل مجلس ثوار بنغازي وغيرها. للأسف الشديد هؤلاء الناس مع أنه لا يوجد مجال للحوار معهم، الفكر التكفيري المتطرف كان واضح ومعلن. أنا مستغرب السيد عبيدي أن يخفي هذا الأمر. إذا كان الآن يدعي أو يتهم الكرامة أو غيره بأن هي من تقوم بهذه الأعمال وتلصقها بهؤلاء زي بقية الدول العربية والإسلامية، وما كانش في كرامة أخرى باش تنفذ هذه العمليات. القتل والاغتيالات والتطرف موجود في كل المناطق العربية والإسلامية، وهذا أمر معروف. يعني لا نستطيع أن نغطي الحقيقة ونغطي الشمس بالغربال. هؤلاء المجموعات حمتهم وتعاون معهم ما يسمى بالثوار، وبالتالي تعقدت المشهد. السيد وسام بن حميد شخصيا في إحدى من القنوات ذكر أن السيد حفتر في بداية العملية اتصل به لكي ينضم إليه ضد هذه المجموعات اللي كانت معروفة، ولكن رفض. هو ذكرها بعرض لسانة. يعني خلينا أن نكون منصفين، والأهم هو أن ننظر نظرة المستقبل. يجب أن نعمل جميعا على المصالحة الحقيقية، يجب أن نعمل جميعا على استكمال بناء الجيش وليس القفز واستغلال الإرهاب في محاولة الوصول للسلطة، لأن هذا كله نحن نرفضه. ولكن نحن نقفز عن الحقائق وماذا جرى في بنغازي، هذا أمر آخر أنا لا أتفق معه ولا أرى أنه مجدي أو يؤدي إلى النتيجة. طيب سيد الغرياني، هل تملكون إحصائيات محدثة عن أعداد النازحين من بنغازي؟ والله في طبعا
نازحين في المنطقة الغربية، وكذلك هناك نازحين في المنطقة الشرقية، وهناك نازحين خارج البلاد. في المنطقة الغربية نقدر نقول أن الأغلبية مهجرين وليس نازحين. الأعداد تتجاوز 12,000 عائلة في المنطقة الغربية مهجرين مدينة الغرب. أريد أن أعقب بسيطة تفضل الموضوع المهجرين الآن. أنا أريد أن أوضح للسيد زياد أن كانت حرية الرأي مقبولة حتى لأنصار عملية الكرامة في مدينة بنغازي، كانوا يحتسمون أمام فندق تبسم، وكانوا يحتسمون في ميدان الشجرة، ولا أحد يحتدي على المحتسمين المؤيدين لعملية الكرامة. بالمقابل كان هناك ضد عملية الكرامة مطلوب في مساحة تحرير في ميدان تحرير في بنغازي. الامور كانت الامن كان متسد، الاختيارات صارت الجميع. اول شخص اختيل هو الشيخ منصور البرعكي، وهو محسوب على الثوار، يعرفه جميع قيادات الجيش، يعرفون بخماده وغيره، كان يسعى للتوافق والتصالح والتواصل مع المعالم بما يسمى الجيش ومع الثوار. اول شخص اختيل هو منصور البرعكي، اختيل في صلاه الفجر. اريد ان اذكر السيد زياد لعله نسية. هناك شخص البرعكي قتل لأنه كان تبع الانتخابات، تبع الهيئة العليا للانتخابات، تتبع البرعكي قتل. من قتله؟ قتله دعاسة الدلالية، والتي كان يدعو لها للسيد زياد. هناك كثير طالهم أيدي الغدر والاغتيال، وطال الجميع متهم. لكن أريد أن السيد زياد يذكر لي شخص واحد فقط تم القبض عليه واعترف بأنه قام بالقتل. لا يوجد أي أحد. السيد لا إله إلا الله خليفة حفصل لو أراد فعلا إصلاح البلد، أول شيء كان يقوم بإحضار مساجين الذين هربوا من السجون. يا سيد زياد، نحن في فوق 17 فبراير من قمنا بتجهيز سجن الكويتية بإمكانك الدين الغرابي وعدنان مخلوف اللي هو وكيل وزارة حاليا، وكان هناك مدير السجن هو العقيد فتحي العربي، كنا نمد بالاموال لكي يستمر انجاز السجن بعد حرقه في 17 فبراير. من اخرج سجناء من سجن الكويت الى سجن زياد؟ المجرمين والعتاة والضبط السوابق. كان الاولى والاجدر القبض على هؤلاء اولا، ثم نعرف من الجاني ومن هو القاتل. لا يوجد اي احد جثم في عمليات الاغتيال في مدينه بنغازي. تواصل هناك كانت مجلس أزمة، إدارة أزمة في مدينة بنغازي، ويعرفها جيدا السيد زياد، يعني كان يرأسها السيد شميب والمطردي. تواصلوا مع الثوار وأبدوا استعداد للتواصل مع أي طرف. خليفة حفصل هو الذي رفض التواصل معهم يا سيد زياد. بالله عليك لا تنكر الحقائق، هذه حقائق. من هدد السيد المبشر عندما أتى من المنطقة الغربية هددهم بالقتل؟ من؟ أليس عز الدين وأخواك؟ وما نتبع الدين هو الاخوات في وزاره اللغه الكبيره مع خليفه حفصه. يعني كانت الابواب موجوده من طرف عمليه الكرامه يا سيد زياد. بالله عليك لا تغيب حقائق، بالله عليك. طيب سيد فؤاد، هل هناك رابط بين غياب رئيس مجلس النواب عن هذه الاحتفاليه وتصريحات خليفه حفتر الاخيره خلال لقائه بفايز السراج بان اداء المجلس ضعيف جدا؟ هو لا شك يعني الان اللي هم دعموا عمليه الكرامه، احنا خلي عمليه الكرامه كما يعلم الجميع، حفتر عندما قبل ان يبدا عمليه الكرامه كان في المنطقه الغربيه، حاول ان يقوم بعمليه الكرامه في المنطقه الغربيه لانه هو هدف السلطه، لهدفه محاربه الارهاب ولا غيرها. يعني انا مش معقول اني حنصدق زياده دغيم ونكذب ديبورا جونز اللي هي السفيره الامريكيه السابقه في ليبيا، وكلامها كان واضح عن حفتر يعني إن زاد المشهد تعقيدا، وانا ما عنديش علاقه بالحرب على الارهاب وتهريبه لداعش الى اخر هذا الكلام. فنرجو من السيد زياد الدغيم قبل كل شيء ما يتكلمش عن الارهاب لو سمحت، لان لا علاقه لحفتر بالارهاب. واعتقد اللي دار محمود الورفلي ومن معه من نباشير القبور يعني فات الارهاب وفات حتى داعش، ومن حارب داعش معروفين مصراته ودرنا وصبراته، وهذا باعتراف العالم وليس باعتراف سياد دغيم او غيره. الان ناتوا الى المشكل اللي حصل. يعني
لا شك ان هناك جزء من قبائل المنطقه الشرقيه تحالف مع حفتر لاجل اهداف جهويه. الاهداف هذه واضحه وصريحه، كانت رغبه من بعض القبائل في الشرق في السيطره على بنغازي والسيطره على المنطقه الشرقيه والمحاصصه في حكم كل ليبيا، وتحالفوا مع حفتر وحصل ما حصل، وهذا الكلام يعني خرج بألسنتهم وتهديد لسكان بنغازي من اصولهم من الغرب الى اخر هذا الكلام. الان بدل ما يتغدوا بحفتر بيتعشوا بحفتر، حفتر تغدى بهم. الفيدراليين الان وقبائل المنطقه الشرقيه يعلموا جيدا انهم الان تحت سيطره حفتر، حفتر استعان باجهزه الامن القذافيه السابقه، استعان بالازلام، الان يسيطر على المنطقه الشرقيه، عقيله صالح وغير عقيله صالح لا امل لهم في الخروج من قبضه حفتر، هناك خلافات حقيقيه بين عقيله صالح وبين غيره من هذه المجموعه مع حفتر، ولكن يعني لا يستطيعون حقيقة الخروج من تحت قبضة حفتر، حفتر خلاص سيطر تماما على المنطقة الشرقية. صحيح عقيلة صالح غير راضي عما يحدث الآن، وغيره مش عقيلة صالح بس، يعني يوم أمس أعتقد أن الكل شاهد منصور عبيد اللي هو كان مدير قناة الكرامة أو ليبيا أولا اللي هي دعت لعملية الكرامة يحمل حفتر الجرائم اللي حصلت حتى قبل عملية الكرامة، لكن الآن لا حول لهم ولا قوة، الآن هم منفيون خارج المنطقة الشرقية. عقيلة صالح يحاول بالوصول إلى حل مع السراج ربما أو مع السيد السويحلي للخروج بتغيير الاتفاق والخروج من تحت قبضة حفتر، ولكن أعتقد أن هذا الأمر الآن صعب وصعب جدا. كما قلت حفتر سيطر تماما على المنطقة الشرقية بالحديد والنار، أحرار المنطقة الشرقية كلهم مهجرين سواء في مصراتة أو في طرابلس أو خارج ليبيا، من بقى في المنطقة الشرقية لا أمل له، لا حل لهم إلا بالخضوع للجماهيرية الثانية اللي شاهدناه اليوم. يعني شنو الفرق بين استعراضات معمر القذافي وخصوصا في تلك السنوات السوداء يعني في الثمانينات وبين الاستعراض اللي شاهدناه اليوم؟ هو نفس الحكم، حفتر يرغب في الحكم، وهذا ما قالته وكرر يعني هذا ما قالته ديبورا جونز وما قالوا كل المسؤولين طيب الأجانب. وضحت الفكرة سيد فؤاد. سيدة دغيم، يعني مدينة توكرا احتضنت احتفالا بمناسبة مرور 3 سنوات على إطلاق عملية الكرامة، حضره خليفة حفتر وقيادات من العملية ورئيس حكومة الأزمة، إذن ما أسباب غياب رئيس مجلس النواب عن هذه الاحتفالية برأيك؟ لا أعرف صراحة سبب غياب، لأنه هو اليوم صباحا وبالأمس كان في منطقة توكرا وزار الكثير من الفعاليات هناك، لا أعرف سبب منعه، ربما قريبا غدا أو سنعرف السبب، ولكن بالتأكيد ليس لسبب سياسي. حتى الأفرقاء أو الطرف الواحد آسف عندما يكون بيناتهم خلاف في هذه المناسبات يستطيعوا أن يتغلبوا عن هذه الشكليات، فبكل تأكيد هو السبب ليس سبب سياسي. أرجو منك بس أنا كيف قلت لك الصوت مش واضح، أهم النقاط اللي ذكرها السيد غريان يعني أنا نسمع فيه كأنه ينكر فيها بالاسم وما استمعتش إلى أهم النقاط لو في إمكانية لو سمحت. طيب هو كان فقط يذكرك بحقائق معينة وذكرك بأن الشيخ منصور البرعسي على ما أعتقد أول من اغتال وهو يعتبر من طرف الثوار، هو يعني هو يتحدث في مسائل عن أن يعني مسألة الحرب على الإرهاب كان بالإمكان الوصول يعني بمحاورات معينة عدا يعني عملية الحرب الحالية التي شهدتها. ولكن سيد دغيم، يعني حتى نظل في سياق هذه الحلقة، يعني كيف تابعت تصريحات خليفة حفتر اليوم في ظل هذه الاحتفالية؟ أعتقد أن اليوم الملاحظة الأولى وهي الأهم وسبق وأن علقنا عليها في الأيام الماضية في تحضير هذه المناسبة، أن اليوم يتكلمون عن عملية أو عسكرية وهي عملية الكرامة وليست ثورة للكرامة. نحن الثورة بالنسبة لنا هي ثورة 17 فبراير بشكل واضح. يعني تقصد أن في تصريحاته تحدث عن الثورة وليست العملية كعملية، أليس كذلك؟ لا أعتقد اليوم لم ألمس لا في خطابه ولا في كل الحملة الموجودة الإعلامية ذكر موضوع الثورة، أنا ركزت على هذه النقطة. أيضا الجانب
عليها، ولكن يعني راح الناس بالقطع ما تنظر بجانب. طيب فقط يعني سيد دغيب، يعني كيف تفسر طيب خروج بعض الشخصيات والقيادات التي كانت تتبع الكرامة وكانت يعني تناصر عملية الكرامة بكل قوة، الآن تذكر حقائق مغيرة أو معينة أو فيما سمتها هي بحقائق معينة وتحمل خليفة حفتر كل ما حدث؟ بصراحة أنا لا أهتم كثيرا بتفسير هذا التفسير، هناك تفسيرات عديدة، مرات حتى الشخص عندما يجد نفسه أن دوره قد قلص أو أن دعمه ما عادش وصل للدعم اللي كان ياخذ فيه، ربما يغير ويقلب البندقية من كتف لكتف، هل ترجع مثلا. أنا المهم هو تقييم ما يقال، تقييم ما يقال، هل ما يقال كلام حقيقي، كلام مؤثر، كلام قابل للمنطق الذي أدلة، أم كلام مرسل؟ فهذا هو الأساس. طيب سيد دغيم، كيف تفسر او كيف ترى استقاله يعني محمود الورفلي القيادي بعمليه الكرامه الان في هذه الظرفيه وهي ظرفيه الاحتفال؟ اعتقد ان السيد محمود الورفلي ربما عليه نوع كثير من الانتقادات بسبب المقاطع التي خرجت مؤخرا في تجاوزات للقانون والعرف والحظر الشرع وكل شيء، ربما على خلفية هذه الموضوع. يعني أعتقد أن الأفندي محمود له رتبة عسكرية كبيرة أو هو جزء من القيادة العامة، أعتقد ذلك. لا توجد خلفية سياسية. طيب سيد العبيدي، إذن ما الذي حققته عملية الكرامة منذ انطلاقها قبل 3 سنوات؟ يعني هل هناك ما يمكن كمناصفة هنا نتحدث أن عملية الكرامة قامت بها، وخصوصا أن السيد دغيم تحدث عن أنه في بداية أو قبل ما تنطلق عملية الكرامة كانت هناك صعوبة في الحوار مع الأطراف الموجودة والتي سماها بأطراف المتطرفة؟ يعني وان كان التوضيح اللي بنقوله جاء متاخر، لكن نقول نتفق نحن بس باش ننطلق بالكلام جيد. يعني البدايه، هل نحن منتفضين على نظام معمر؟ فعلا لنا الحق ان ننتفض على نظام معمر؟ هل هو نظام دكتاتوري ولا لا؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، ماذا نريد بعد الانتفاضه على معمر؟ نريد دوله، نريد مؤسسات، نريد حقوق. كويس، حدثت مشكله في المدينه، من الذي يتولى إطفاء هذه المشكلة أو القضاء على هذه المشكلة أو محاربة من يتولون هذه المشكلة أو يقودون هذه المشكلة؟ الناس الذين لديهم منصب رسمي في الدولة. وإذا لأننا نصبح عصابات، نحن نصبح القوي يأكل الضعيف ويصبح قانون الغاب هو الذي يسود. نحن لدينا دولة بفضل الله سبحانه وتعالى نجحت فيها ثورة، فيها مؤسسات، فيها حقوق، حدثت فيها مشاكل على افتراض، فيها مجموعة معينة أصبحت تقتل وتختار. من الذي يقوم برد هذه المجموعة؟ الذي يقوم برد هذه المجموعة؟ الدولة. لا يأتي رجل متقاعد خارج من الجيش ويقفز على الدستور ويقفز على الدولة ويقفز على المؤسسات والحقوق ويقول أنا نقضي عن هذا الإرهاب، وفي نهاية القصة يظهر هو من وراء هذا الإرهاب، وهو من يغتال، وهو من يفجر، وهو من يدمر، بشهادة كما قلنا ولا زلنا نقول ونؤكد هذا الكلام، بشهادة 4 أو 5 من قياداتهم وعلى رأسهم وزير الدفاع. وزير الدفاع الآن المهدي الصافي هو الذي يقول، زال من الذي يحدث في مدينة بنغازي الآن هو الذي يزرع الإرهاب. قالها فرج قعيم، قالها فرج البرعسي، قالها الحجازي، أو منصور عبيد أمس. يعني إلى متى ونحن نصب أذاننا عن الحق حقيقة؟ إلى متى ونحن ندور في هذه المتاهات؟ أنا يكفي ألاقي هذا الدمار والخراب، ولعل كلامي موجه للأخ زياد. يا أخ زياد، انتخبوك أهل بنغازي كي تقود بهم السفينة، كي تقود المدينة من جديد، كي تنهض بمؤسسات الدولة وبحقوق الدولة. وإذا تتخلى عن هذا العهد وهذا الانتخابات وتعطي الشرعية لرجل متقاعد سفاح مجرم لديه تاريخ أسود في ليبيا، قتل الكثير من أبناء ليبيا في تشاد وفي بنغازي،
نعطيه الشرعيه الكامله ونقول له انت لك الحق ان تقود الجيش الليبي. يعني ظلم، ظلم هذا الشعب، ظلم. بعد ما يعطي اصواته وبعد ما ينتخب هؤلاء الناس يضربوا باصوات الناس كلها عرض الحائط ويقول له من يقود هذه البلاد لابد ان يكون عسكري ولابد ان يكون خليفه حفر الذي يذبح والذي يقتل الذي يشرد. يعني يا اخي الحقائق واضحه. طيب سيد العبيدي، فقط يعني فقط اشير الى نقطه. هو يعني السيد دغيم هو عضو واحد من عده اعضاء يعني، وبالتالي يعني ليست له كل السلطه حتى يقوم بكل ما اردت قوله او فيما يتعلق بالمشهد الامني او غيره. دعني اذهب للسيد فؤاد. يعني سيد فؤاد، هناك من يرى بان العمليه اوقفت مسلسل الاغتيالات في بنغازي ونجحت في طرد الارهاب. يعني هل توافق هذا الطرح؟ هل بالفعل عملية الكرامة استطاعت ولو بشكل بسيط إيقاف هذه الاغتيالات والوضع الأمني التي كانت تعيشه سابقا مدينة بنغازي؟ والجثث اللي في الكناسة هذه مش اغتيالات يعني. يعني الكل يعلم أن الاغتيالات اللي حدثت بعد عملية الكرامة أكثر بكثير من الاغتيالات اللي حدثت قبل عملية الكرامة. ويعني وأنا يعني أنا لا أحب الحقيقة الاستشهاد بناس مثل منصور عبيد وغيره، لأن هؤلاء هم من سببوا كارثة الكرامة. ولكن إذا كانوا هم نفسهم يقولوا أن الاغتيالات اللي حصلت الأخيرة هي تدبير استخباراتي من حفتر ومن غيره، الاغتيالات ما زالت مستمرة. يعني أهل بنغازي ما يقدرش يكتب على الفيس، يعني ما يقدرش يتكلم كلمة على الفيسبوك ضد حفتر. زياد غيم نفسه الآن ضيفك اللي يتكلم هو يقول أنا ضد حكم العسكر، نتحداه أنه يقدر ينزل بنغازي. هو يعلم جيدا أنه يستطيع أن ينزل بعدها. يعني لو ينتقد حفتر الموضوع انتهي. قاعد نقول ما نشاهده الآن في برقة هو الجماهيرية الثانية. الموضوع لا علاقة له بالحرب على الإرهاب. الإرهاب لم يكن موجودا في بنغازي، داعش لم تكن موجودة في بنغازي. داعش جاءت لبنغازي بعد عملية الكرامة، وداعش من أخرجها من بنغازي وأرسلها إلى سرت هو حفتر باعتراف الجميع. فيعني موضوع الإرهاب وموضوع الاغتيالات يجب أن نخلوه على جنب. إحنا المفروض نناقشه بموضوعية. حفتر بكل وضوح يريد الحكم، يبي يحكم، واستغل للأسف الشديد سذاجة وحماقة بعض الناس الموجودين في المنطقة الشرقية وطمعهم ورغبتهم في السلطة ورغبتهم في السيطرة على بنغازي وعلى المحاصصة في ليبيا. استغلهم جيدا حتى وصل بهم إلى ما وصلنا به اليوم. يعني لما تقول لي أنت في 500 اغتيال، عدد قتل عملية الكرامة باعتراف البرلمان أكثر من 11,000، الجرحى 6,000، المبتولين 6,000 والجرحى الله أعلم كان عددهم. هذا بغير الحديث عن الآخرين، نتكلم على 200,000 مهجر. هذا نجاح لعملية الكرامة؟ يعني ليه خاطر 500 عملية اغتيال غير مثبتة نوصل الآن لأرقام؟ طيب يعني في 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 هذا الإطار دعني أسأل السيد دغيم. سيد دغيم، يعني هل حققت العملية الأهداف التي انطلقت من أجلها؟ أنت تحدثت وأشرت إلى مسألة الاغتيالات سابقا يعني أو غيره. هل الوضع الأمني الآن برمته نستطيع أن نقول أنه أحسن مما كان عليه؟ أنا ذكرت لك منذ البداية الحرب فرضت علينا. أعتقد أن الإنسان عندما يدافع عن وجوده وعن بقائه وعن حريته وعن كرامته لا يسأل عن الثمن، هل الثمن باهظ أم الثمن رخيص. هذا السؤال يسأل أئمة المسلمين وأمراء المسلمين الذين قاتلوا الخوارج على مدار التاريخ الإسلامي. هل سألوا عن جدوى هذه العمليات؟ هؤلاء متطرفين قتل أسفك الدماء، روعوا، انتشرت الاغتيالات، انتشرت الخطف. كان أصبح فرض علينا، واجب علينا وفرض، وفرضت علينا هذه الحرب. يعني هذا أمر حقيقي إلا من يريد أن يقفز على حقائق التاريخ. وللأسف ما زال الوضع قريب نحو 3 سنوات. يعني طيب يعني حتى نتحدث هنا عن الحقائق سيد دغيم، يعني الاغتيالات سابقا هل كانت أطرافها واضحة المعالم معروفة جدا في تطبيق هذه الاغتيالات؟ أنا أذكرك أكثر من هيك، أذكرك بكلام السيد الزهاوي عندما بشرنا بأنه هو سيجعل بنغازي سوريا الجديدة، يعني سوريا المدمرة. ذكرنا بالموصل وغيره، وكان في مجلس يضم معه المفروض أن الناس أقل تطرفا، يعني أساس من أحد المجالس اسمه
ليس مجلس شورى أصوات بنغازي، اسم سبق ذلك مجلس شورى أو حاجة. فعلى كل فالسيد الفزاني تم القبض عليه متلبسا في عملية الاغتيال، تم اغتيال الأفندي هدية، تم إخراجه بقوة السلاح من مديرية الأمن، ثم صار تدخل في حكومة البلدان، وأنه تم نقل طرابلس. المديرية كل يوم كنا نشهد تفجير ودمار لإحدى مراكز الشرطة، البحث الجنائي، مديرية الأمن، يعني كان الأمر علنا. نحن شخصيا مستحيل بطل، نحن لا نملك وسائل، لا تترك حتى لدينا الوسائل لإثبات الجريمة بالشكل التقليدي. كانوا هؤلاء القتلة المتطرفين يعلنون عن أفكارهم، يعلنون عن نواياهم، يعلنون عن مشاريعهم، ما كانش الأمر مخفي ويحتاج. طيب ولكن سيد دغيم، يعني كانوا يعلنون عن أفكارهم كما أشرت، ولكن الآن نشهد عمليات قتل واضحة المعالم بفيديوهات مثبتة ومن خلال يعني قيادات موجودة ضمن عملية الكرامة ومعروفة بالأسماء، إذن ما الفرق بينهم؟ هذه حرب. ذكرت لك يا أستاذنا الكريم أن الحرب فيها تحدث كل أشياء، لذلك هي كرب. الحرب ليست هدف وليس مسعى، الحرب أن تضطر الوصول إليه. ونحن نتمنى أن نحن يتغير الخطاب ونتجه اتجاه آخر، اتجاه المصالحة واتجاه إنهاء معالجة تداعيات هذه الحرب التي فرضت علينا. من سببها؟ ما هو المشروع؟ لماذا حدث هذا الأمر؟ هذا بحث يحتاج إلى دراسة حتى لا نقع في نفس الخطأ من جديد جميعا. ولكن هذه الحرب فرضت على مدينة بنغازي، التدمير اللي موجود في مدينة بنغازي أيضا تدمير ممنهج لا شك. أنا شخصيا أرى أن في أخطاء في طريقة معالجة الأمر، يعني ما كانش الأمر يحتاج إلى عمل، هذا لا يقاتل بالدبابة وبالطائرة وغيرها، كان يحتاج إلى أساليب أخرى وعملية أخرى، ولكن هذا كله تفاصيل. العنوان العريض أن هذه الحرب فرضت علينا وكان يجب. طيب ولكن سيد دغيم، يعني حتى نستطيع أن نخرج من هذه المسألة على الأقل بشكل واضح، يعني مسألة الدبابات والطائرات لها تفسيرات عسكرية أخرى لربما، ولكن عندما نشهد يعني شخصية قيادية تقتل يعني من يسمونهم أنهم يعني أمسكوهم من أطراف أخرى متطرفة أو غير متطرفة، يعني أليس هناك قانون؟ أليست هناك قضاء؟ ألا تستطيع القيادة العامة بما تسمى بالقيادة العامة للجيش أن تمسك هذا الشخص وتحاكمه، وبالتالي حتى لا نصل إلى عمليات قتل ويعني مباشرة أحيانا تحدث وتبث هذه الفيديوهات؟ حضرتك تطرح في مواضيع شائكة، لا أعتقد أن طيب. ليس من الإنصاف أن تكون الإجابة إجابة فردية وأحادية. منظومة في هذه الإجابة، هناك مجموعة من المقاربات. أولا نحن ندين هذه الأعمال بكل تأكيد، أعمال القتل خارج القانون مدانة ومستنكرة، ولكن يطرح السؤال هل هؤلاء هم جلادون أم ضحايا؟ هم ضحايا أصبح نتيجة حرب بشعة مستمرة 3 سنوات أدت إلى ما وصلوا إليه، أم هم جلادين؟ هذا أيضا بحث. كذلك هل يطبق عملية القانون بشكل انتقائي؟ هل من ارتكب الجرائم في مصراتة وفي طرابلس وفي الجنوب وفي الشرق وغرب ليبيا، هل سيبهم كلهم فقط لنفس على هؤلاء؟ هل حرق المطار يقول له أنت بريء مثلا، ليس عامل إرهابي وعامل إجرامي؟ الحدث في سجون مصراتة، الحدث اللي تورغى، يحدث ضد رموز النظام السابق وقتلهم خارج هم في إطار تسليمه وخروجه من السجن. ليبيا فيها كل نوع تجاوزات، ولما تقوم الدولة نحن نحتاج إلى معالجة موحدة لكل هذه القضايا. طيب سيد الغرياني، إذن ما مستقبل المشهد السياسي في ليبيا وفق المعطيات الراهنة؟ اللي عليه نقطة بسيطة بس أريد أن أوضح، لو كانت تصريحات تدين الشباب تصريحات شخص معين، وأنا لا أذكر السيد الغرياني ذكر هذا التصريح أنه سوري أو غيره، إذن سيطال الأمر السيد إبراهيم الدريسي عضو مجلس النواب، هو من صرح إعلاميا وعلى الملأ قال حرر بالقتل والاغتيالات في مدينة طرابلس، وهو عضو منتخب عملية بنغازي، إذن هو مشارك في عملية الاغتيالات
التي جرت في مدينة بنغازي، وهذا عضو مجلس نواب منتخب على مدينة بنغازي. فالتصريحات لسيد زياد كل شخص تم إدانته، تم تثبيت الجرم عليه، أنا معك، لكن اتهامات هذه كلها اتهامات باطلة راجعة عليك. يفترض أن السيد إبراهيم الدسري هو من يحاسب الآن لأنه حرم على القتل الاختلافي في مدينة طرابلس، وهو عضو منتخب مدينة إذا تطاله أيدي العدالة لأنه كان مشارك في عملية اختلاف مدينة بنغازي. فمش عارف المعيار اللي يتعامل به. طيب يعني حتى نتجاوز هذه المسألة سيد الغرياني، أي اختلاف تم في أي في مدينة في ليبيا نحن ضدها، نحن ضد أي انتهاك حقوقي. يا سيد زياد نحن انا اعترف شخصيا كنت متواصل مع السجن السياسي في مدينه بنغازي، كنا نقوم بالتحديد للمساجين اللي هم اصلا من الكتائب والذين خرجوا وشهدوا شهادات حقيقيه انهم تعاملوا مع رجال مجلس الشورى وليس مع زبناء، خرجوا وصرحوا بما جرى. يعني لو فعلا الشباب الثوار قتل مجرمين لاقتلوهم هم كلهم كانوا في الكتائب، كلهم كانوا في نظام قمعي نظام معمر قذافي، كلهم كانوا يقاتلوا في الشباب، لو هم فعلا مدنيين لقتلوهم، لكن الذي يقتل ويقتل وستثبت الايام بذلك. طيب وضحت الفكره سيد الغرياني. مضطر الذهاب للسيد العبيدي. سيد العبيدي، الى اي مدى تاثر المشهد السياسي من خلال هذه العمليه برايك؟ سؤال معلش يا أخي. سألتك يعني ما بدا تأثر المشهد السياسي في ليبيا من خلال هذه العملية؟ أكيد يتأثر تأثر كبير المشهد السياسي والحالة اللي قاعدين نلاحظوا فيها، لكن أنا بنقول المشهد السياسي ينهيه السيد حيدر وينهي الدمار والخراب والقتل اللي حدث في مدينة بنغازي، وهذه الاتهامات كلها ينهي مستعد يتنازل عليها بمجرد قبوله بمنصب بس في الدولة، بمجرد بقائه مع السراج في كرسي الحكم سينتهي كل شيء، وسيذهب الفيدراليون وسيذهب القبليون وسيذهب كل الناس كلها، وهذه الدماء تذهب هباء بإذن الله تعالى، ويبقى على كرسي العرش يعني في ليبيا. الأمر أصبح واضح أخي الكريم. أنا أريد أن أقول يعني صراحة الذين يقولون فرض علينا الحرب، يعني على الاقل يا اخي على افتراض الكلام الذي يقوله السيد زياد وان الثوار والارهابيون كما يسميهم هو يقتلون، يا اخي الحديث يقول كل امه معافى الا المجاهرون، حتى اصحاب المعاصي لما يجاهر بها لا مغفر له، لكن اللي يديرها في السر يغفر ويرحم. هؤلاء جاهروا بالمعاصي، محمود القلي لما يقتل في الشوارع ويصفي في الشوارع ويتفخر بذلك انه قتل وصف هذا وقتل هذا، اي ارهاب بعد هذا الارهاب؟ اي اجرام بعد هذا الاجرام؟ وبالمناسبه يا اخي، اي شخص يفعل هذه الافعال ايا كان ايا كان ايا كان دينه ايا كان عرقه فهو مجرم ارهابي قاتل من الدرجه الاولى ايا كان، والله لن تستتر على احد. لكن يا اخي لما تصبح الامور فيديوهات واضحه ويصبح الامر عيانا، يعترف يوما ما وزير العدل ان لديه القتلى وسيعلنهم يوم السبت القادم او الاسبوع القادم، وبعد يومين يفر الى كندا ويبقى هناك، يعلن زيدان ان نحن قبضنا، ويعلن زيدان على حفتر انه متمرد وانه لابد من القبض عليه عسكريا، ثم ياتي حفتر بدور انه هو المنقذ لليبيا وانه هو محارب الارهاب. طيب وصلت الفكرة سيد العبيدي، دعني أذهب إلى السيد فؤاد. سيد فؤاد، وبعجالة، عندما يصرح حفتر قائلا الشعب الليبي لن يهنأ حتى تعود طرابلس إلى حضن الوطن، ما الذي يقصده هنا؟ ما يقصده أن حفتر لن يتوقف على ما يقوم به حتى يستطيع السيطرة على كل ليبيا. لكن أريد بعجالة، يعني ما سمعته خطير جدا حقيقة، نائب في البرلمان الليبي يتحدث ويبرر جرائم ضد الإنسانية. يجب أن يفهم السيد زياد دغيم أنه هو نفسه الآن مهدد بالخطر بسبب تصريحاته اللي قالها قبل قليل، لأنه يدافع عن إجرام وعن جرائم حرب موثقة، هذه غير مقبولة من شخص عضو في البرلمان، يبدو أنه لا يفهم في القانون. ما قاله السيد دغيم خطير وخطير جدا. وفي النهاية أريد أن أقول الحرب لم تفرض على بنغازي من قبل أحد، الحرب فرضت من بنغازي من قبل حفتر اللي دمر هذه المدينة وشرد ليبيا كلها.
طيب اذا سيد دغيم، في اقل من دقيقه، ما الرساله التي يريد حفتر ايصالها لخصومه بالاستعراض العسكري وخطابه اليوم في توكرا؟ استعني قبل ذلك، انا في معرض اجابتي عن السيد بوفلي وغيره كان اجابتي واضحه ان هذه الاعمال مدانه ومستنكره، ولكن ايضا يحتاج الامر الى بحث، هل هؤلاء جلادين ام ضحايا يعني هذه الانواع من الحروب، وهل فقط الممارسة الانتقائية في عملية تطبيق القانون أم يجب أن يطبق القانون على كل مرتكب في ليبيا؟ هذا هو البحث اللي نتكلم عليه وليس التبرير أو غيره. فيما يخص الخطاب اليوم، أنا وجهة نظري أرى أنه خطاب أكثر اعتدالا وأكثر توجها نحو مشروع وطني كامل. عندما نتحدث عن عودة طرابلس إلى الوطن، ليس بالضرورة أن تكون بشكل سلمي وبشكل طوعي وأن تسلم الميليشيات أسلحتها. بهذا نكون مشاهدينا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من العاشرة. نشكر ضيوفا عبر الهاتف من القاهرة عضو مجلس النواب زياد دغيم من طرابلس، رئيس لجنة أزمة بنغازي تميم الغرياني من اسطنبول، رئيس رابطة مهاجري بنغازي سعد العبيدي، وعبر سكايب من روما الناشط السياسي محمد فؤاد. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.